اليوم راح أبدأ في شابتر 4 في مادة ديجيتال سيستمز اللي رمزها ENCS234، عنوان شابتر 4 كومبينيشنال لوجيك سيركت. أول شيء راحين نحكي شو معنى كومبينيشنال سيركت، هل في أنواع ثانية من السيركت في الديجيتال سيستمز، بعدها راحين نحكي شو معنى أناليسيس بروسيجر، واليوم في محاضرة اليوم راح أحكي عن الديزاين بروسيجر اللي هو أهم موضوع في شابتر 4 وأهم موضوع في المادة. حكينا في شابتر 3 كيف نعمل كوست أناليسيس، حكينا إنه الكوست أناليسيس بسبق عملية الديزاين مشان لما نعمل ديزاين لأي سيركت تكون with minimal cost. هلأ بدنا نحكي شو معنى combinational circuit. combinational circuit في digital systems معناها انه الاوتبوت فقط لا غير بيعتمد على الانبوت. انا لو بدي اعملكم مثال بسيط على combinational circuit، هيات في عندي circuit بتتكون من 2 AND gate. الAND gate الاولى بدخل عليها A، الانبوت A والانبوت B، وبدخل على الAND gate الثاني الانبوت A و C prime، وبدخل الثنتين على 2 input OR gate وبعطيني الاوتبوت F. حكينا اي اشي بالتوين جيت فهو واير، اذا هذه واير 1 وهذه واير 2، اذا هذول انبوتس هذول وايرز هذول اوتبوت. شو معنى كومباينيشنال سيركت؟ الاوتبوت اللي هو اف بيساوي اي اند بي اور اي برايم اي اند سي برايم. فبالتالي احنا الاوتبوت اعتمد فقط لا غير على الانبوتس. لما الاوتبوت يعتمد على الانبوت هذه عباره عن كومباينيشنال سيركت اللي هو عنوان شابتر 4. طبعا راحين نعمل ديزاين للادر، الادر في الكمبيوتر كيف بنجمع الارقام هو عباره عن كومباينيشنال سيركت. راحين نعمل كمان للمالتي بلاير كيف نضرب ارقام في الكمبيوتر ومجموعه كبيره من السيركتس اللي هي عباره عن كومباينيشنال سيركت اللي الاوتبوت بيعتمد على الانبوتس. هلا عنوان شابتر 5 اللي راحين نشرحه بعدين، الاوتبوت اللي عنوانه سيكوينشال سيركت، الاوتبوت ما بيعتمد على الانبوت. يعني الاوتبوت هنا لما يكون في عندي اوت في بيكون في عندي هنا انبوت على السيركت وبكون في عندي اوتبوت، الاوتبوت ما بيعتمد على الانبوت لحاله وبيعتمد على فيدباك بيرجع على الاوتبوت، بيرجع من الاوتبوت على الانبوت. يعني الاوتبوت بيعتمد على الانبوت زائد الاوتبوت اللي قبل شوي. وهنا بندخل على فكره الميموري في الكمبيوتر، بندخل على فكره الميموري في الكمبيوتر اللي راحين نشرحها في شابتر 5. خلينا الان في شابتر 4 اللي هو الكومباينيشنال سيركت اللي الاوتبوت فقط بيعتمد على الانبوت. زي ما شايفين احنا في البلوك دايجرام انه في عندي مجموعه من الاوتبوتس مثلا M1 وفي عندي M2 وهكذا، وفي عندي مجموعة من الانبوتس. M1 راح يعتمد فقط لا غير على الانبوت زي ما حكينا في الكومباينيشنال سيركتس اللي هو ما بيعتمد على اي شيء اخر، فالاوتبوت فقط لا غير بيعتمد على الانبوتس. طبعا مكونات الكومباينيشنال سيركت اللي هي اللوجيك جيتس زي الاند وحكينا الاور ومجموعة كبيرة من الجيتس اخذناها في الشباتر السابقة. اليوم راح احكي كمان عن الديزاين بروسيجر. شو معنى كلمة اول قبل ما احكي عن الديزاين بروسيجر بدي احكي شو معنى اناليسيس بروسيجر. في الاناليسيس بروسيجر بيكون السيركت موجود عندي وبدي اكتب الاوتبوت بدلاله الانبوت. من الامثله على هذا الشيء خلينا على الاناليسيس بروسيجر خلينا ناخذ هذه السيركت. هذه السيركت فيها تو اوتبوتس، الاوتبوت الاول هو F1، الاوتبوت الاول هو F1 والاوتبوت الثاني اللي هو ايش F2. هلا لو بدنا نطلع على F2 شو بتساوي F2؟ بتساوي هنا A and B وهنا A and C وهنا B and C. فبالتالي F2 بساوي A and B or A and C or B and C. فبالتالي لما نكتب الأوتبوت بدلالة الانبوتس هذا معناها أناليسيس. موضوع بسيط جدا، بتكون السيركت أمامنا وبنا نكتب الأوتبوت بدلالة الانبوتس، فبالتالي هذا هو الأناليسيس بروسيجر. هلا F1 بنفس الطريقة بنا نكتب F1 بدلالة الانبوتس وليس بدلالة الواير. فبالتالي F1 شو بتساوي؟ احنا بنحط الواير مشان تسهل علينا عملية الاناليسيس. F1 بتساوي T2 or T3. هلا T2 الواير T2 شو بتساوي؟ بتساوي A and B and C. فبالتالي T2 بنحط محلها A and B and C or، وT3 بنروح نحطها محلها بدلالة الانبوتس. فهيك احنا بنكتب الاوتبوت بدلالة الانبوتس وهذا معناه الاناليسيس بروسيجر. موضوع سهل جدا في الديجيتال سيستمز. وهنا زي ما احنا شايفين في السلايد هذا بنشوف انه كتبنا احنا الاوتبوت بدلاله الانبوت. F2 كتبناها اللي هي بدلاله A and B or A and C زي ما شفنا قبل شوي or B and C. وكمان نفس الشيء F1 كتبناه بدلاله الانبوت اللي هو A و B و C. مش مظبوط ان نخليها بدلاله الوايرز، الوايرز فقط لا غير بنحطهم. الوايرز حكينا انهم لا انبوت ولا اوتبوت، اي شيء بتوين جيتس فهو واير.
احنا بنحط الوايرز مشان نسهل عملية الاناليسز علينا اذا كانت السيركت كبيرة، ولكن اذا السيركت بسيطة زي اختو مباشرة بنجيبها بدون وايرز. هلأ راح احكي عن الموضوع اللي بهمني انا كثير في شابتر 4 اللي هو موضوع الديزاين بروسيجر. طبعا في الديزاين بروسيجر احنا بيكون في عندنا بروبلم محددة وبدنا نبني السيركتس اللي بتحل لي هذه المشكلة. هذا الموضوع مهم جدا في الديجيتال سيستمز لانه في عندي عدد كبير من البروبلمز في الكمبيوتر وبدي احلهم عن طريق الديزاين بروسيجر. لو بدنا ناخذ مثال بسيط على الديزاين بروسيجر، طبعا قبل ما ابدا في الديزاين بروسيجر دائما لازم اقرا المسألة بدقة. يعني انت قبل ما تيجي تبدا في الديزاين لازم تقرا المسألة بدقة، تحدد الانبوتس والاوتبوتس، بعد ما تحدد الانبوتس والاوتبوتس تعمل التروث تيبل، بعد ما نبني التروث تيبل بنيجي نعمل الكي ماب ميثود اللي اخذناها في شابتر 3 مشان نكتب الاوتبوت بدلاله الانبوتس. هلا لو بدنا ناخذ مثال بسيط انا هيك اكتبه على السلايدز عن الديزاين بروسيجر قبل ما نبدا في مثال السلايدز. مثلا بدنا نعمل سيركت في لها اربع انبوت داخلين عليها وبتعمل لي تشيك اربع انبوت، طبعا اربع نمبر من اربع انبوت، بتعمل تشيك اذا هذا النمبر برايم اور نوت، يعني عدد اولي اور نوت. فبالتالي بدنا نعمل ديزاين للسيركت، بدنا نبني السيركت اللي بتعمل لي تشيك لرقم من اربعة بت وبتقول لي هل هذا الرقم هو برايم ولا لا. فاحنا اول شيء بنيجي بنقول بنحط اللي هم الانبوتس مشان نبني التروث تيبل هم A B C D، والاوتبوت اللي هو هل هو برايم ولا لا. الصفر مثلا هو مش برايم نمبر لانه عدد زوجي، الواحد كمان مش برايم نمبر في الماثماتكس، اثنين بنعده برايم نمبر، الثلاث برايم نمبر، الاربعة مش برايم نمبر، الخمسة برايم نمبر، الستة مش برايم نمبر، السبعة برايم نمبر، وبنكمل كمان الثمانية مش برايم نمبر، التسعة كمان بتقسم على ثلاث مش برايم نمبر، العشرة بتقسم على اثنين مش برايم نمبر، الاحداش هي برايم نمبر، واثناش مش برايم نمبر، والثلاثاش هي برايم نمبر، وال14 مش برايم نمبر، وال15 مش برايم نمبر. فبالتالي هيك احنا اول شيء قرأنا المسألة منيح، يعني احنا بدنا نعمل سيركت ندخل عليها رقم من اربع انبوت، وهذه السيركت بدها تفحص لي هل الرقم برايم ولا مش برايم. يعني لو بدي اقول لك اعمل لي سيركت من اربع انبوت وبدها تفحص لي هل الرقم اود اور نوت، تختلف السيركت نهائيا، فبالتالي لازم نقرأ المسألة بدقة. هلا بعدها بنيجي نعمل اللي هو الكي ماب، الكي ماب طبعا من اربع انبوتس اللي هو الاي والبي والسي والدي اللي هم عدد الانبوتس 0 0 0 1 و 1 1 و 1 0 و 0 0 و 0 1 و 1 1 و 1 0. زي ما اخذنا في المادة عند الصفر الرقم مش برايم، عند الواحد كمان الرقم مش برايم، عند الاثنين الرقم برايم، عند الثلاث الرقم برايم، عند الخمسة الرقم برايم، عند السبعة الرقم برايم، عند ال 13 الرقم برايم، وعند ال 11 الرقم برايم. فبالتالي هيك احنا حددنا حطينا في الكي ماب ميثود وين بيكون الرقم برايم، عند الاثنين وعند الثلاث، عند الاثنين وعند الثلاث، وعند الخمسة وعند السبعة وعند ال 11 وعند ال 13. هلا بنكتب الاوتبوت بدلاله الانبوت اللي هو الاوتبوت بي، بنيجي ناخذ هذول الرقمين الوحدين مع بعض، بالتالي بي شو بتساوي؟ هذول الواحدين شو بيساووا؟ A برايم B برايم لأنهم ثابتين عند الأصفار، والC ثابت على الواحد، فبالتالي A برايم B برايم C. أور هذول الواحدين كمان بنأخذهم مع بعض، هذول شو بيساووا؟ A برايم B لأن البي ثابت على الواحد، وكمان D، فبالتالي أور A برايم B D. وهذا الواحد بنأخذه مع هذا الواحد وشو بيساووا هذول؟ هذول بيساووا اللي هم البي ثابتة، فبالتالي البي ثابتة على الواحد بي سي برايم دي، فأور بي سي برايم دي أور هذا الواحد بنأخذه مع الواحد اللي فوق. هذا الواحد لما نأخذه مع الواحد اللي فوق بعطينا اللي هو الاي برايم ثابتة على الصفر، اي برايم،
والسي دي ثابتة على الواحد السي دي. هلا صار عندنا الاوتبوت مكتوب بدلالة الانبوت، فبنقدر نرسم السيركت. السيركت هي عبارة عن 4 اند جيت، متأسف انه فيش عندي هنا سبيس كويس مشان ارسم السيركت. فالاند جيت الاولى بدفع عليها A برايم وبي برايم وسي، والاند جيت الثاني بدفع عليها A برايم بي دي، والاند جيت الثالث بدفع عليها بي سي برايم دي، والاند جيت الرابعة بدفع عليها A برايم سي دي. كلهم بدخلوا طبعا على 4 انبوت اور جيت وبعطينا بي. اذا احنا هيك عملنا، اذا بتدخل اي اذا هنا بندخل مثلا الصفر صفر واحد واحد، يعني الاي صفر والبي صفر والسي واحد والدي واحد، بكل هذا بيضوي بعطيني واحد، بكل انه هذا برايم نمبر. فبالتالي هيك احنا بنينا السيركت اللي بتقول لي اذا دخلت عليها 4 بيتس من البرايم من 4 بيت نمبر بتقول لك برايم اور نوت. اذا دخلت عليها مثلا 1 1 1 1 اللي هو رقم 15 مباشره هنا بعطيك زيرو، انه لانه الرقم مش برايم نمبر. اذا هذا مثال بسيط على الديزاين. اذا الديزاين احنا بنعطيك المساله وانت بدك تبني التروث تيبل وبدك تكتب الاوتبوت بدلاله الانبوت. خلينا نشوف كمان مثال على الديزاين بروسيجر. من المثال على الديزاين بروسيجر في عندي هذا المثال، بدي اعمل ديزاين للسيركت، بندخل عليه هذا السيركت بدي اتحول للبي سي دي. طبعا احنا اخذنا البي سي دي كود في شابتر واحد وعرفنا شو معنى بي سي دي، من 0 ل 9 valid ومن 10 ل 15 unused، طبعا هو 4 بت. واخذنا هذا السيركت اتحوله من بي سي دي لاكس 3. طبعا واخذنا شو معنى اكس 3، الصفر في الديسيمال في الاكس 3 بيساوي 0011. فبالتالي هذا السيركت بيتحول لي من بي سي دي لاكس 3. فالانبوت بيكون عندي 4 بت لانه البي سي دي عباره عن 4 بت، فال0000 في البي سي دي هي عباره عن 0011 في الاكس 3، وال0001 هي عباره عن 0100 في الاكس 3 لانه الاكس 3 سابق بمقدار 3، وال9 طبعا اخر رقم في البي سي دي زي ما بنعرف هو 9 وبعدها unused. ال9 بنزيد عليه 3 بصير 12110. فهيك احنا كتبنا التروث تيبل، ومن 10 ل 15 is unused غير مستخدم. ليش؟ لانه في البي سي دي ال10 وال11 وال12 وال13 وال14 وال15 مش مستخدم زي ما اخذناه احنا في شابتر واحد. فبالتالي احنا بنينا هيك التروث تيبل. هلا بنشوف وين اوميجا بتساوي 1 عند ال5 وعند ال6 وعند ال7 وعند ال8 وعند ال9 وبعدها unused، ونفس الشيء لx ونفس الشيء لy ونفس الشيء لz. فبالتالي بنكتب اوميجا واكس وواي وز كل واحد نعمل لها كيماب مختلفة عن الثانية مشان نرسم السيركت اللي بتعمل هذا الشيء. خلينا نشوف هذه الكيماب في السلايد اللي بعده. فبنيجي نطلع هذا الكيماب لزد، بنرجع السلايد اللي قبله، زد وين بتساوي واحد؟ بنشوف انه زد بتساوي واحد عند الصفر وعند الاثنين وعند الاربعة وعند الستة وعند الثمانية وعند العشرة والاحداش والاثناش والثلاثاش والاربعتاش والخمستاش is unused. فبالتالي زد بتساوي واحد هي عند الصفر وعند الاثنين وعند الاربعة وعند الستة وعند الثمانية وبعدها الباقي عند التسعة والعشرة، عند التسعة والعشرة والاحداش واثناش والثلاثة، عند العشرة والاحداش واثناش والثلاثة والاربعتاش والخمستاش. طب كيف نأخذ هذه السيركت؟ نأخذ هذول الاربع وحدات مع هذول الاربع وحدات. حكينا لكم انه don't care او unused دائما اذا بتفيدني انا بستخدمها. هين اذا حطيتهم واحد واحد، هذه حطيتها واحد وهذا حطيتها واحد وهذا حطيتها واحد، انا بستفيد لاني بعمل more minimized. فزيد شو بتساوي؟ هذول كلهم تغيروا فقط لا غير، دي هي اللي ما تغيرتش عند الصفر، فزيد بتساوي دي برايم. نفس الاشي بنشوف وين واي بتساوي، لان احنا عندنا اربع انبوت مش مثل المثال السابق اللي اعطيتكم اياه. بنشوف وين واي بتساوي واحد وبناخذ هذول الاربع وحدات لحال وبناخذ هذول الاربع وحدات لحال، ممنوع ناخذهم زي هذول لانهم لو لانهم مش جيران مش جيران. فبالتالي واي بتساوي سي دي اور سي برايم دي برايم. نفس الاشي اكس ونفس الاشي اوميجا. فبالتالي احنا بنكتب دائما الاوتبوت اللي هو بدلاله ايش؟ بدلاله الانبوت. وهلا بنرسم السيركت. خلينا نشوف كيف رسم السيركت في السلايد اللي بعدها. فبنيجي نطلع على السيركت بنشوف انه طبعا زد بتساوي دي برايم وواي بتساوي كذا واكس بتساوي كذا اوميجا بتساوي كذا. كتبنا الاوتبوت بدلاله الانبوت ورسمنا هنا السيركت. فزد شو بتساوي؟ بتساوي دي برايم. بالفعل زد بتساوي دي برايم، وواي شو بتساوي؟ سي دي
وسي برايم دي برايم، بالتالي هي واي شو بتساوي، اكس شو بتساوي، اوميجا شو بتساوي. هذا السيركت اذا دخلت عليها، طبعا الاي والبي والسي والدي هم في البي سي دي، والاوميجا والاكس والواي والزد هم في الاكس 3. فاي رقم اذا دخلت صفر، اذا دخلت مثلا، اذا دخلت هنا صفر 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 صفر، مباشره بعطيك صفر صفر واحد واحد، بنعرف لانه الاكس 3 سابق بمقدار 3. هذه حصه الديزاين اليوم، وراح اعمل مجموعه من الاكزامبلز على الفيسبوك اكاونت ان شاء الله، وبنتناقش فيها على الزوم في وقت لاحق. يعطيكم العافيه.